بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف متابعة الحمام اليومية. هنتفرج ان شاء الله على الحمام اللي هنا والحمام اللي جوه الأوضة، ونشوف ايه هي الحاجات اللي احنا بنعملها يوميا مع الحمام، او ايه هي الحاجات الجديدة اللي احنا نعملها النهاردة مع الحمام. يعني في حمام مثلا زغليل هتتفتم، هنشوفها لو في حاجه جاهزه ان هي تتفتم نفطمها. في زغاليل مثلا محتاجين ان احنا نركب لها دبل، هنركب لها الدبل. طبعا في حاجه مثلا محتاجه مساعده نساعدها، الكلام ده كله. طاجن محتاج ان هو يتنظف هننظفه. الدنيا دي كلها هنشوفها ان شاء الله مع بعض دلوقتي عملي في الفيديو دوت. ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. طبعا هنا يا جماعة الحمام اللي برا، اول حاجة هنا ده الجزء المفتل، تمام كده. ان شاء الله النتاب الجاهز لعيش قربوا يحصوا باذن الله قريب، تمام. تحتيهم هنا دولت شابين نفخات من الشبابات اللي كانت طالعة الفترة اللي فاتت، حطيتهم مع بعض هنا بشببهم، تمام كده. نيجي هنا بقى بسم الله ما شاء الله، دولت قص كريزليات معهم زغلول نفاخ اسود، معاهم زغلول هزاز اكتاف. دول هنا ما شاء الله قص زواجل، معاهم زغلول نفاخ اهو لسه صغير ما شاء الله، تمام كده. ومعاهم حصى متحضر. هنا دولت قص ذكر عبسي وانتاية شقلباص تركي ما شاء الله متحضن، تحتيهم زغلول هزاز ديول ما شاء الله، طالع ديول حمراء على ما اظن، هيطلع ديول حمراء، ودي اول مره تطلع عندي، يعني اول مره يطلع عندي زغلول هزاز ديول حمراء من تحت ديول اللافندر والاصفر. هنشوفه دلوقتي برده مع بعض. ما شاء الله يا جماعه الزغلول اهو تمام، طالع هزاز ديول حمراء، طبعا واضح معانا اللون اهو، ده مش اصفر ده احمر، تمام اهو. السبله بتاعته كلها حمراء ما شاء الله، ابن ديول لافندر مع ديول اصفر، اول مره تطلع عندي زغلول ديول حمراء ما شاء الله، تمام كده. رجعوا تاني. تمام كده يا جماعة. تعالوا نشوف القص ده كده مع ايه. بسم الله معاهم زغلول نفاخ، زغلول نفاخ اهوت لسه لبى، عنده حوالي 4 5 ايام. رجعوا تاني. ما شاء الله هنا في حتة هزاز دي كانت عندها برد والحمد لله اتعالجت، وده ذكر نفاخ كان عنده برد برضو ويتعالج، كنت عازلهم هنا بس لفترة العلاج، الحمد لله الاتنين خفوا اهم. ان شاء الله 5 6 ايام كده ولا حاجة ولا اسبوع، وهرجع ادخلهم تاني في الاوضة جوه. تعالوا نشوف هنا بسم الله الرحمن الرحيم، دول قص زواجل معاهم زغلولين ولاد ريتش، زغلول اسود وزغلول ريتش الموندي اهو، تمام. حتتين اهم زغليل مع القص ده، والقص ده ما شاء الله لسه بايظ. دولت قص ذكر زاجل وانتاية كريزليه بيضة، معاهم حصى متحضن اهو ما شاء الله. دولت قص زواجل بيحضروا العيش ان شاء الله، لما يبيضوا هنحضن تحتيهم باذن الله. دول قص زواجل متحضن تحتيهم حصى ما شاء الله، ربنا يبارك. وندخل بقى جوه الاوضه بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. طبعا هنا في طرحه زغليله هي اتفطمت الحمد لله ان شاء الله، يعني من فضل الله علينا كده ربنا كرمنا بيها، طريحه مفطومه تمام. وفي هنا حتتين ريتش الموند هم برضو مفطومين بقى لهم كام يوم كده، تمام. شبابات دلوقتي عليهم ريش. عايزين بقى نشوف ايه الحاجات اللي هنعملها. في هنا القص ده معاه زغليل اهي، تمام. دول زغليل هم ديول، هيطلع واحد ديل اصفر وواحد ديل لافندر على ما اظن، تمام كده اهو يا جماعه، هيطلعوا واحد ديول صفرة وواحد ديول لافندر باذن الله. ده هيطلع اللافندر اهو، هيطلع ديول لافندر، وده هيطلع ديول صفرة، تمام. واضحه ايه، واضح اللون اهو، تمام كده. دولت عمر دلوقتي عمر تلبيس الدبل، عمرهم حوالي اسبوع، دبلتين اهم، دبلتين من بتوع الحمام الهزاز دبل بلاستيك، وهنركبهم في رجل الزغاليل ديت دلوقتي مع بعض اهو، نشوف بسم الله.
اهم يا جماعه الزغلولين ما شاء الله، هنلبسهم الدبل دلوقتي. دبل اهي، دبله بتركب بسهوله جدا. تمام، اهي الدبله، انا بركب الدبله في الرجل اليمين وبركبها معدوله، يعني فرد الحمام وهو واقف عدل هتلاقي الدبله مقريه تقدر تقراها بسهوله وهي معدوله. تمام كده، اهي الشكل ده. تمام، اعدي الثلاث صوابع، نعدي الثلاث صوابع دول من الدبله. تمام كده، اهي عدينا الثلاث صوابع دول اهم. تمام، وبعد كده بنسحب الدبله لتحت كده ونشد الصباع الاخير ده اهو. تمام كده يا جماعه، الدبله اهي ركبت في رجل الزغلول اهي. تمام، ونسيبه وناخد الزغلول التاني نفس الشكل. تمام، رجله اليمين اهو، ضم الثلاث صوابع دول على بعض، ضم الثلاث صوابع دول، نعدي الدبله في رجله كده ثلاث صوابع ونشدها لتحت. تمام اهي، وبعد كده نسحب الصباع ده من هنا، الصباع الكبير ده نسحبه من هنا اهو. تمام كده، والدبله اهي، ونخش نشوف في زغاليل تانية هتركب لها دبل ولا لا. يلا بينا نرجع دول تحت الاهالي تاني تحت التحضين. تمام اهم، بسم الله رجعناهم تاني اهم تحت الحضان، ونشوف في زغاليل تاني هركب لها دبل ولا لا. الزغلول ده ركب له دبله اهو، ركب له دبله اهو ما شاء الله. تمام كده، ده زغلول نفاخ. هنا لسه معاهم حصى، لسه راقدين على حصى وراقدين على بيض. تمام كده، هنا في بسم الله ما شاء الله زغاليل برضو اهي. تمام، هنركب لها دبل، دي زغاليل نفاخ اهي. تمام كده، الشراويل اهي، دي هنركب لهم دبلتين بتوع النفاخ الدبل الكبيره. تعالوا يلا نشوف مع بعض بسم الله. اهم يا جماعه الزغلولين، دول الزغلولين النفاخ ما شاء الله. تمام، ودي دبل النفاخ، دبل الكبيره، دي دبل كبيره بتاعت النفاخ. وهنمسك الزغليل برده كده بنفس الشكل، والرجل اليمين اهي، الرجل اليمين ما شاء الله. الحمام النفاخ فيه شراويل طويله اهي، شراويل لسه انابيب دم، فلازم البسه الدبل في العمر ده. لو نسيت البسه الدبل في العمر ده ما بعرفش البسها له بعد كده. نفس الدبله برده اهي، بس حجم كبير اهي بتاعت النفاخ. هنركبها في رجله كده برده، ونسحب الثلاث صوابع، نضم الثلاث صوابع على بعض اول حاجه اهي، وبنسحب الدبله بالشكل ده كده. تمام، وندخلها لحد الركبه، لحد بعد الركبه، ونرجعها تاني الحته دي عشان تبقى فوق الريش بتاع الشراويل. نفس النظام مع الزغلول التاني اهي يا جماعه، رجله اليمين، رجله اليمين اهي، هنحط له الدبله برده بنفس الشكل كده في الثلاث صوابع دول. ده اصغر شويه، الزغلول ده اصغر من التاني شويه. تمام، ونسحب الدبله للاخر كده لحد بعد الركبة، ونرجعها تاني فوق الشروال. تمام كده، لبسنا الزغلولين الدبل اهم، نرجعهم تاني تحت الحضان. نرجع الزغليل تاني اهي. تمام، تحت قص حمام التحضين، ده القص اللي هو ولاد البخارة والنفاخ. بحضن تحتيهم حمام نفاخ، زي ما قلنا حمام حلو جدا في التحضين، حمامتين حجمهم كبير واحنا ينين جدا، وبيزقوا كويس، بياكلوا زغلول بيطلعوا كويس. تمام كده، طبعا هنا في زغلولين اهم، واحد لابس دبله، ده لابس دبله اهو، وده دبله كانت في رجليه، لا لابس دبله برده كويس الحمد لله. يبقى كده الزغلولين دول برده متدبلين اهم، دول عمر اكبر شويه. نرجعهم تاني هنا. طبعا هنا ما شاء الله دي زغليله اهيت في عمر الفطام، ان شاء الله هجهز لهم بس سلاكه، فضي سلاكه اليومين دول وافطم الزغلولين دول. وما شاء الله في هنا زغلولين برده هم في عمر الفطام، اجهز لهم برده سلاكه وافطمهم. تمام، وفي بره برده كام زغلول كده، ان شاء الله نجهز لهم سلاكات ونفطمهم باذن الله. ما شاء الله، ده اول زغلول مفتل يطلع عندي، زغلول مفتل ابيض، ابيض شمع اهو. تمام، لسه صغير، وباذن الله هعمل لكم فيديو لمراحل عمر الزغلول المفتل من عمر يوم لحد الفطام. تمام كده، لحد ما يبقى فرد حمام كبير، هعمل لكم فيديو مجمع كده ليه، من وهو زغلول لبا لحد ما يكبر ان شاء الله ويبقى فرد حمام مفتل كبير، عشان نستمتع بالفرجه على النوع دوت من الحمام. تمام كده، ده كده لسه الزغلول اهوت عمره حوالي 14 يوم او 15 يوم. تمام، نحطه في الطاجن ونسيبه. طبعا نتاي لسه بيضه، بيضه ثانيه اهي ان شاء الله. لما تبيض الثانيه هحط الزغلول في طاجن، واحط البيض في طاجن، واحضن تحتيها باذن الله.
تمام كده ان شاء الله. هنا نبص مع بعض كده، ده قص هزاز اكتاف، النتايه ما شاء الله محصيه حصويه وعليها الحصويه الثانيه، تمام. الذكر اهو دي النتايه، هناخد النتايه دلوقتي هنديها نص قرص كالسيوم في بقها. بسم الله. نشوف بقى هنا، بسم الله ما شاء الله، دولت قص برضو هزازات اكتاف، ذكر احمر اهو الذكر، والنتايه الصفراء اللي واقفه على الطاجن دي ما شاء الله برضو محصيه حصوايه. هناخد النتايه باذن الله نديها نص قرص كالسيوم عشان تحصي الحصوايه الثانيه بدون مشاكل، تمام كده. اهي يا جماعه خدنا النتايه اهي هنا، بسم الله ما شاء الله، ده الذكر، النتايه اللي واقفه بره الطاجن دي ما شاء الله برضو محصيه حصوايه وعليها الحصوايه الثانيه. هاخدها دلوقتي وهديها نص قرص كالسيوم في بقها عشان ان شاء الله لما تبيض البيضه الثانيه ما تكونش البيضه فيها مشاكل، قشرتها ضعيفه او اي حاجه، تمام كده. طبعا زي ما قلت لكم ان الحمام اللي معاه زغليل باكله مرتين او ثلاثه في اليوم. تعالوا نشوف مع بعض كده، بسم الله اهو الحمام، طبعا خايف بس شويه اهو، الحمام ما شاء الله بيكلف كويس جدا اهو، ما شاء الله كبشه اهي لكل جوز حمام ما شاء الله. سيبهم هم دلوقتي هيروحوا الطاجن وهياكلوا، تمام كده يا جماعه. وزي ما شفنا مع بعض ده جزء من متابعتي اليوميه للحمام، يعني مش هو ده كل اللي انا بعمله، في حاجات تانية كتيره بعملها، زي ان انا بتابع الزرق بتاع الحمام، بشوف الحمام اذا كان الزرق بتاعه فيه اعراض مرضيه، فرد حمام كاشش، فرد حمام خاسس، فرد حمام عايز علاج معين بديهوله، الكلام ده كله. بس طبعا عشان طول وقت الفيديو مش عايز اطول عليكم، وبنخلي الحاجات ديت في فيديوهات تانية، يعني فيديو مثلا نعمل متابعه للزرق، فيديو بنعمل متابعه نظافه المكان، فيديو بنعمل متابعه بنلبس دبل، فيديو بنعمل متابعه بنفطم زغليل، فده اللي احنا بنعمله في الفيديوهات عشان ما نطولش في الفيديوهات قوي. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبك الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه الفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار ومحتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز الموضوع وانزله على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.